ذكر العلماء اللذة ثلاثة أقسام: لذة في العبادة، لذة في ذوق العبادة، لذة في المكاشفة. لذة في العبادة بأن يعيش يحب العبادة لله، الركوع والسجود لله، التلاوة لكتاب الله، الذكر لله، يحب ذلك. لذة في ذوق العبادة بالحضور والخشوع معها، ولذة بالمكاشفة بما يصل إليه من اليقين، من اليقين. فإن مفتاح الإلهام ومنبع المكاشفة أو الكشف اليقين، فيعيش صاحب لذة في العبادة ولذة في ذوق العبادة ويقين بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وراحة الدنيا، فيعيش كما قال القائل: فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني. نعم. فأعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأنال في العقبة، ينال سرور وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أعده الله للمتقين. وراحة الدنيا وخير الآخرة.